ضربات موجعه يتلقاها تنظيم القاعده الارهابي في المحافظات الجنوبيه. يتقاسم طيران التحالف وطائرات من دون طيار الامريكيه قصف معاقل التنظيم. خلال الايام القليله الماضيه شهدت بعض محافظات الجنوب غارات مركزه على معاقل الجماعه. لحج وحضرموت وعدن وابين تحولت الى مسرح للطيران. وذكرت مصادر أن طائرة حربية قتلت ما لا يقل عن 50 شخصا وأصابت 30 آخرين بجروح في غارة شنتها طائرات من دون طيار ضد معسكر تدريب تابع للتنظيم في منطقة حجر غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. محافظة أبيان الساحلية تبقى هي أحد الأهداف المشروعة بالنسبة لهجمات الطيران، لطالما تشهد نشاطا ملحوظا للعناصر الإرهابية. دمرت مقاتلات حربية مقر قيادة الاستخبارات في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة الذي استولت عليه الجماعة وحولته إلى مقر لها، بينما تحدثت مصادر عن سقوط 6 عناصر من الجماعة في هذه الغارة وثمانية آخرين بغارة أخرى في ساحة قريتي الحضن ونقيل الحيالة. محافظة لحج هي الأخرى أيضاً نالت نصيبها من هجمات المقاتلات الحربية ضد تحركات الجماعة في مدينة الحوطة والوهط في تبان، حيث تشهد نشاطاً مكثفاً لعناصر الجماعة، كما وجهت ضربات ضد مبنى المجمع الحكومي ومبنى السنترال ومؤسسة المياه التي سيطرت عليها الجماعة في وقت سابق. حسب مراقبين استغلت الجماعة الإرهابية الحرب الدائرة في البلاد فذهبت للسيطرة على مواقع ومساحات في هذه المحافظات الجنوبية والعمل من خلالها بحرية تامة، وهو ما دفع بقيادات التحالف إلى توسيع عملياتها على نطاق واسع ضد مسلحي القاعدة بعد وصولهم إلى مدينة عدن ومحاولة تنفيذ عمليات إرهابية فيها. فالأحداث التي شهدتها مديرية المنصورة حيث حاولت الجماعة التمركز فيها واستخدامها معقلا رئيسيا في العاصمة المؤقتة إلا أنها فشلت مع ضربات طيران التحالف.